السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. احنا قلنا انه الـ Azure Active Directory ما بيتعاملش مع الكلاسيك او الـ Old Authentication Protocol، هو بيتعامل مع الـ Modern Authentication Protocol وكمان الـ Modern Authorization Protocol. وعلشان المصطلحين دول هيتكرروا معاك في المنهج واحنا ماشيين كده كتير، وهتبص تلاقي نفسك بين بروتوكولات ممكن تكون تسمع عنها لأول مرة أو ما سبقش إن أنت تعملت معاها، زي السمل الـ OpenID الـ OAuth. لازم حضرتك تكون فاهم كويس جدا آلية العمل دي، وعلشان نوضح بعض المفاهيم ونجاوب على بعض التساؤلات أو يعني كتير من التساؤلات اللي بتيجي، سواء اللي جايين من كورس الـ Active Directory أو اللي جايين من كورس الـ AZ 500، احنا هنتناول الموضوع النهاردة ان شاء الله بشكل مبسط وفي بعض من التفصيل، ونركز على الجانب العملي علشان برضو يبقى يعني نقدر نحصل اكتر قدر من الفهم. خلينا نروح مع بعض كده نحاول ان احنا نفتح موقع لينكدين. فلو قلنا لينكدين هيقول لك مرحبا بكم والكلام ده كله، فانا هنتخيل ان حضرتك محتاج تعمل ريجستريشن، يعني تبقى عضو في موقع لينكد ان. فلو قلت له انضم هيقول لك ايه؟ هيقول لك يا اما حضرتك تدخل لي البيانات اللي هي البريد الالكتروني وكلمة المرور، او تدخل عبر جوجل تنضم ليا ولكن من خلال جوجل. طيب يبقى كده عرفنا ان في كيانين، لينكد ان وجوجل، وعلشان حضرتك تنضم من خلال جوجل بالضغط على الايكونز ديت، خلينا نشوف ايه اللي بيتم فعليا علشان نفهم مع بعض آلية العمل المودرن اوثنتيكيشن والمودرن اوثورايزيشن بروتوكول. طيب علشان يتم ده باي ديفولت بديهيا كده فهمنا او اكيد ان لينكد ان عاملة اتفاقية مع جوجل، بنية انفراستراكشر كده او بنية اتفاقية استخدام او عاملة ديزاين بينها وبين جوجل بتمكن الناس اللي جاية من جوجل ان هي تسجل ببيانات جوجل. تمام كده؟ تمام. وعلشان نفهمها بشكل اكتر تعالوا نروح مع بعض كده ونقول ايه. انا عندي يوزر اهو، وعندي لينكد ان، وعندي جوجل. فايه اللي بيحصل؟ اليوزر ده اختار ان هو يبقى عضو في لينكد ان عن طريق جوجل، يعني لما يضغط كده الايكونز ديت ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم انه لينكد ان بتروح بعت لجوجل وتقول له في سيم من الناس جاي لي، فلو سمحت اديني البيانات بتاعته. الطريقه دي بتتم عن طريق ان في كي معين بيروح عن طريق الريكوست اللي جاي من لينكد ان لجوجل. في هنا حاجة اسمها API ملناش دعوة بيها، دي بتاع الديفلوبر مش بتاعتنا احنا كسيكيورتي انجينير ولا حتى كبورتال ادمنستريتور او اجر ادمنستريتور، لكن تبقى فاهم ان هنا طريقة الربط ديت عن طريق حاجة اسمها API. تمام كده. الكي لينكد ان بتبعته مع الريكوست علشان ده حبيبنا ده يدخل يبقى عضو في اللينكد ان. جميل. جوجل بتشوف الكي، هل هو نفس الكي اللي محطوط في الكونفيجريشن اثناء عمليه الاتفاق بينها وبين لينكد ان؟ والله هو نفسه. فبتروح رد الريكوست اللي جاي من لينكد ان وتقول ايه؟ تقول اتفضلي يا لينكد ان رد الكي بكي تاني عندها متخزن عندها. تمام كده عملية الكلام بين الكيانين تمت. اليوزر بقى هنا لما يبعت طلب الانضمام يترد له في شكل ريكوست تاني عن طريق البراوزر لجوجل اللي هو جاي منه، يرد جوجل تمام برد الريكوست اللي جاي من لينكد ان ببيانات الراجل ده علشان لينكد ان يسمح له ان هو يبقى عضو.
العملية دي اسمها ايه؟ اسمها توكن اوث. تمام، اللي هو ايه؟ بروتوكول الاو اوث اللي احنا اتكلمنا عليه. لو شلنا الكي استبدلناها بحاجة اسمها السيرتيفيكت، ويرد جوجل بنفس السيرتيفيكت، هيبقى العملية دي اسمها open id connect. تمام كده شباب، بسيطة وسهلة، وقدرنا نفهم من خلالها اتنين من البروتوكولات المستخدمين في عملية الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن على اجر اكتف دايركتري، لان هو ده المعتمد من خلاله. ومش بس الاجر اكتف دايركتري اللي بيعتمد المودرن اوثنتيكيشن بروتوكول، لا، لكن احنا عشان بنتكلم مايكروسوفت فاحنا لازم نوضح المفاهيم دي. السؤال هنا بقى سؤال كمان عليه جايزه، العمليه دي هل هي من نوع بي تو بي، بيزنس تو بيزنس، ولا بيزنس تو كاستمر؟ صاحب الإجابة الصحيحة أو حتى الأقرب للصواب هيكون معانا فور فري لأي كورس هو يختاره من الكورسات المدفوعة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.